ساعة بس أحمد يروح الشغل وهاجي على طول إن شاء الله بإذن الله. طب خلاص ماشي ماشي يا وليد ماشي، بس يا ريت ما تعرفش حد بالله عليك بالموضوع ده. ها ايه ده؟ وايه اللي وقف رضا هنا؟ انت بتعمل ايه هنا يا رضا؟ ايه يا احمد انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني انا عايز نفهم، وانت مين يا استاذ؟ انت مين؟ انت اللي مين وعايز اللي ايه؟ مين؟ بس اهدى اهدى، انت فين؟ ايه ده؟ ايه يعني انا شايفك مع واحد وتقولي لي اهدى؟ ايوه طيب ماشي، انا يعني ربع ساعه كده ولا نص ساعه بس احمد يروح الشغل وهاجي على طول ان شاء الله باذن الله. طب خلاص ماشي ماشي يا وليد ماشي، بس يا ريت ما تعرفش حد بالله عليك بالموضوع ده. سلام سلام. يا رجاء. ايوه الحمد لله الحمد لله. بقول لك ايه؟ نعم. انا هروح الشغل النهارده بدري عشان انا ايه مظبط مواعيدي كده مع جماعه. طيب ماشي خلاص ماشي، يعني انت ماشي دلوقتي؟ اه. طيب ماشي، عايز حاجة؟ عايز سلامتك، خلي بالك من نفسك. ماشي. طب كويس اللي هو ماشي بقى، اقوم اخد الشنطة بتاعتي وامشي انا كمان. لا اله الا الله. يا عم ماشي، انا جاي في السكة اهو. ها؟ ايه ده؟ وايه اللي وقف رضا هنا؟ طب بقول لك ايه يا صاحبي، سلام هكلمك بعدين. احمد جه اهو. ايه يا رضا؟ ايه يا احمد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. تمام؟ والله يا احمد انا النهارده كنت كسلانة شوية كده وما طلعتش بره. احمد انا عايز اشتغل، انا زهقانه من قعده البيت، عايز اطلع بره واشتغل واشوف الدنيا كده. انا محبوسه 24 ساعه يا احمد. هو انت ما طلعتوش النهارده خالص؟ ما طلعتش النهارده، بقول لك انا النهارده طول النهار في البيت ما طلعتش. بقول لك ايه، هقوم احط لك الاكل. تضحك عليا؟ ايه هنكدب عينيا؟ ده انا شفتها وهي ماشية في الشارع. طب يا ترى هي كانت فين ولا راح فين؟ لا في حاجة غلط وأنا مش عارف، هيبان مع الوقت، هيبان لما أخش نغير كده لحد ما تتحضر الأكل. يا رضا. أيوه عاملة رايح الشغل؟ إن شاء الله رايح الشغل. أنت عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله. تروح وتيجي؟ أمال إيه الدنيا، هتخرجي النهارده ولا حاجة ولا راح ندهلك ولا حاجة؟ لا أنا مش طالعة، أنا قاعدة في البيت مش هطلع. هروح فين؟ قاعدة يعني؟ أه ما أنا بتحايل عليك عشان أنزل أشتغل، أنت اللي مش موافق. طيب لا يا ستي أنا، أنت عارفة اللي فيها، نشغلك ليه؟ ما إحنا قاعدين أهو. ماشي يا أحمد، روح. طيب الله يسهلك الحال. أستغفر الله العظيم يا رب. الو ايوه وليد، انا ربع ساعه بالظبط وهكون عندك ان شاء الله. ايوه احمد نزل راح الشغل. ماشي سلام. السلام عليكم. لك يا وليد. هي بتعمل ايه هنا؟ مراتي يعني تيجي هنا؟ نفهمها ازاي دي؟ اكيد في حاجه غلط. نعمل ايه؟ لا انا هنسيبها ونمشي، ده لازم نعرف. كويس؟ عادي بالظبط. ايوه طبعا بالظبط، يلا بينا ندخل جوه؟ يلا بينا. بقول لك يا استاذ بعزيز، نحن ناديل المدام اللي دخلت جوه دلوقتي. مدام مين؟ اهدى بالراحه، اصل انت بتتكلم كده ليه؟ بالراحه ايه؟ ناديل المدام بعد اذنك. اهدى يا استاذ بالراحه، انت جاي بتخبط على بيوت الناس ليه كده؟ بالراحه، اهدى. في ايه؟ طب يلا لو سمحت بس نادي لي المدام بسرعه كده عشان يا وليد. اجت المدام.
خير. بتعملي ايه هنا يا رضا؟ ايه يا احمد، انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني انا عايز نفهم، وانت مين يا استاذ؟ انت مين؟ انت اللي مين وعايز اللي ايه؟ مين؟ بس اهدى اهدى، انت في ايه ده؟ ايه يعني انا شايفك مع واحد وتقولي لي اهدى؟ انت جنبنا احمد ايه؟ انت فاهم الموضوع غلط على فكره. نفهم امال انا نفهم ازاي لما نشوفك مع واحد؟ يا عم اهدى بس. ايه الشرطه كده؟ انت لا يا وليد، انت مين يا عم؟ ده جوز. اهدوا اهدوا يا جماعه. انت مين يا عم؟ احمد انت فاهم الموضوع غلط. انا فاهم ايه بس؟ نعمل فيك ايه؟ نولع فيك بجاز ولا نعمل فيك ايه؟ انت فاهم الموضوع غلط والله. انت ازاي تشك فيا كده؟ طب فهميني في ايه؟ مراتك محترمه، مراتك ست محترمه، انت فاهم الموضوع غلط. طب فهموني. تعالى طب ادخل جوه احنا هنفهمك. لا عايز نعرف. معلش عشان خاطري ادخل جوه هنفهمك. تم يا عم، انت بعزتنا كده وعيده يا عم بالراحه. ادخل جوه احنا هنفهمك اهو. انا مش عارف انا في ايه. تعالى بس يا احمد ادخل بس وانت هتفهم. انا اخاف من ايه يا عم؟ اتفضل استاذ. ايه مراتك محترمه يا ايمان؟ انا سامع يا بنتي صوت زي بره، وفي ايه؟ مش عارفه يا ماما صوت زي صوت. تعالى بس وليد. تعالى يا احمد. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده يا وليد؟ مين ده يا رضا؟ استاذ احمد جوز مدام رضا. اهلا وسهلا بحضرتك. كمان انا ان هي يعني انا مش عارف اجيبها ازاي. بص يا بص يا احمد، الست دي انا بخدمها، وليد ابنها، وايمان دي برضو بنتها. وليد بينزل الشغل وبيسيبها، وايمان بتسافر علشان هي وعيالها وجوزها قاعدين بره مصر، وانا باجي اخدم الست دي. انا عامله الحاجه دي لله، وانا برضو انا عايزه فلوس علشان انا عايزه احمد. وانا مش قايله له يا رضا؟ انا مش قايله له يا ايمان عشان هو رافض ان انا اشتغل. انت خليتيني نشوف فيك ليه؟ وراكي وكل خليتيني وانا ماشي في الشارع راكب توك توك وانا رايح الشغل نشوفك وانت واقفه في الشارع وانت قاعده في البيت بتقولي لي اصل انا ما بنزلش. انا اللي شكيت فيك يا احمد. انت المفروض ما تشكش فيا، انا مراتك، انت عارفني انا ايه. تعالى اسالني، قول لي انا شفتك وكذا كذا، انت وانا هكلمك وهرد عليك، لكن مش لدرجه ان انت تشك فيا. ما يبقاش عندك تسرع كده. معلش يا استاذ احمد، هي رضا كويسه على فكره واحنا بنحبوها، وبعدين هي مش عامله حاجه غلط على فكره. والست دي برضو زي ما انت شايفها كده، هي غلطت. انا مش هقول لك لا، بس هي كويسه. بس انت يا ابني ازاي تشك في رضا؟ دي رضا دي انسانه محترمه والله. ايوه تشك في مراتك؟ بتخدمني يا ابني والله لوجه الله، يعني بتاخد حاجات رمزيه خالص والله، لولا ان احنا ضغطنا عليه. على فكره يا استاذ احمد، اللهم امين يا ابني. على فكره يا استاذ احمد، على فكره مراتك من انضف الناس اللي دخلت هنا. في قبل كده ناس دخلت وسرقت حاجات وعملت حاجات، دي من انضف الشخصيات اللي دخلت هنا. يعني كفايه ان هي امينه، وكفايه ان هي حريصه على زعلك. وعلى فكره انا بفتح لها الباب عشان والدتي كفيفه مش هتقدر تقوم. انا بفتح لها الباب ووصلها لحد والدتي وباخد بعض. مراتك دي يا ابني ست محترمه والله. معلش يا جماعه سامحوني، انا حسيت بالذنب. ربنا يسامحك يا ابني. يا رب. حقك عليا ايه يا احمد؟ بعد ما تشك فيا يا احمد وتتهمني الاتهام البشع ده، اتاكد يا ابني الاول. يا رضا ان انت ما قلتلوش، بس معلش بقى يعني انا دلوقتي انا بشتغل في حاجه، انا بشتغل علشان انا عايزه فلوس عشان عايزه احمل، وهو مش راضي يشغلني. يقول لي لا وسيبيها ربنا. الظروف معايا ضيقه، فمعلش سامحيني. طيب ارجوك سامحيني بقى، عشان انت برضه غلطتي. معلش انتوا اللي بتغلط، سامحيني بقى. ماشي يا احمد انا مسامحاك، وانت عارف ان انا بحبك قوي. ربنا يخليك، حقك عليا الف سلامه يا حاج. الله يسلمك يا ابني. ويلا عشان استاذ احمد، ربنا يخليكم لبعض يا ابني. يا رب بتوعك وخدوه يلا وروح. على فكره احنا بنوصل رساله من الفيديو ده ان الراجل ما يتصرحش في اللي هو يحكم على مراته ان هو في حاجه غلط. اتاكد، روح اسالها، بس انت ما تتصرحش في الحكم عليها. اسالها وقول لها انا شفتك، لكن انت ممكن عشان شفتها في مره وهي دارت عليك مره حاجه ان انت تشك فيها، والشيطان بقى يبدا يسرح بيك والكلام ده. لا، روح اسالها وقول لها انا شفتك وتاكد منها، لكن ما تتصرحش وتشك على طول. ويا رب تكون الرساله وصلت، ومش عايزه اي تعليقات سلبيه بالله عليكم. انا ننصح لكل راجل برضه وكل شاب، ما تتسرعش في اللي انت فيه وصاحب مراتك. مش عيب لما تصاحب مراتك كده وتقعد معاها وتفهم الدنيا. هي مش حد غريب يعني، هي مراتك وام عيالك، وهي السند بعد ربنا سبحانه وتعالى. فبرضه افهم الموضوع واقعدوا تصاحبوا مع بعض. انتوا كنت فين؟ وهي هتقول لك الصراحه، فبلاش شك. ويا رب يا رب الرساله توصل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.